المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، تتشكل من 12 عضواً، 4 يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة، عضو تنتخبه المحكمة العليا وآخر ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائهما، 6 أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. يضطلع الأعضاء بمهامهم مرة واحدة لمدة 6 سنوات، ويجدد نصف أعضائها كل 3 سنوات. من أبرز مهام المحكمة الدستورية ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، الفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، كما تنظر في الطعون حول النتائج المؤقتة للرئاسيات، التشريعيات والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية. قرارات المحكمة الدستورية تتخذ بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. لا تصدر القوانين في حال قرار عدم دستوريتها. قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.